كمامة جديدة تقضي على فيروس كورونا بشكل فعال. ابتكر علماء شركة صحة الأمة العلمية الإنتاجية بروسيا كمامة تقل الفيروسات والبكتيريا فورا. ويشير المبتكرون إلى أن مادة لونيت المطهرة هي عبارة عن نسيج غير منسوج تضاف لها جزيئات عضوية تقتل الفيروسات. ويقول ماكسيم مدير التطوير في الشركة: الأجزاء النشطة في الكمامة لا تتبخر من سطحها، وتأثيرها في البكتيريا يتم من خلال تدمير غشاء الخلية، وبالنسبة للفيروسات تدمير غلافها أو حتى بنيتها. ويؤكد الباحثون على أن الاختبارات أظهرت تدمير فيروس سارس كوفيد بعد ثواني معدودة من وصوله إلى سطح النسيج. ولوحظ نفس الشيء مع فيروس جذري الأرانب الذي يعتبر واحدا من أكثر مسببات الأمراض مقاومة أثناء التخزين أو تحت التأثيرات البيئية الشديدة.